للتينالوي، تمام، زي الاكسبيرمنت اللي كنا بنعملها في اللاب بتاع المزيز ثانوية ميكانيكا. يعني كنا بنجيب الالوي دي بكومبوزيشنز الناس عماله تطلع عليه. كنا بنجيب الالوي دي بكومبوزيشنز مختلفة ونعمل ميلتنج، وبعد كده نسيب الالوي دي تبرد براحتها وناخد درجات الحرارة. فكنا نرسم حاجة اسمها الكولينج كيرف، ومن الكولينج كيرف كنا بنرسم الفيز دايجرام، تمام. وكان بس كل معلش تعالي ترابيزة تقريبا شوية، بيبقى عليها كنا تعالي عليه صوت ايه؟ حضرتك شوية يعني. حاضر. وانا صوتي واطي خالص ولا انت بس اللي أنا عندك رقبتي مشكلة؟ حاسس واطي يعني، معرفش هما حاسين ايه. طب باقي الناس سامعة كويس ولا ايه؟ هو واطي شوية بس عشان ماشي. هقول تاني. طيب اتكلمنا المرة اللي فاتت على الفيز دايجرام ده، اللي هو بنقول عليه كومبليتلي سوليوبل، معناه ان الكبر والنيكل دايبين في بعض تماما. في نوع تاني من الفيز دايجرام اسمه ايه، البارشلي سوليوبل، تمام. ده معناه مثلا ان يبقى عندي باينري سيستم، باينري عندي مثلا تو الوينج اليمنتس، فور اكزامبل مثلا عندي الليد والتين، فهما بيبقى دايبين في بعض بس مش تماما، تمام، بنقول عليه بارشلي سوليوبل. وكنت قلت ان هو احنا الاكسبيرمنت دي كنا بنعملها في لاب الماتيريالز في اولى ميكانيكا، عن طريق ان احنا كان كل ترابيزه مثلا بيبقى عليها كومبوزيشن واحد من الالوي دي. في ناس مثلا كانت واخده 100% ليد، في ناس واخده 100% تن، وفي ناس واخده نسب مختلفه. وكنا كل واحد بيرسم الكولينج كيرف، ومن الكولينج كيرف كنا بنرسم ايه الفيز دايجرام ده، عن طريق ان احنا كنا بنبدل كل كولينج كيرف مع بقيه الناس في السكشن، لو الناس فاكره حاجه من الحاجات دي. ما علينا. بس خلينا بقى نفتكر، طيب ايه هو البارشل سوليوبل فيز دايجرام؟ زي مثلا انا عندي الوي اسمها ليد تن الوي، تمام. فالفيز دايجرام زي ما قلنا المره اللي فاتت هو دايجرام بيوضح ريليشن ما بين التمبريتشر والكومبوزيشن والفيز اللي متكون، تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ يبقى تمبريتشر وكومبوزيشن والفيز اللي متكون. في البارشل سوليوبل بيبقى عندي كل ده قلنا عليه المره اللي فاتت اسمه ايه؟ اللاين ده ليكويد سلايم. ليكويد سلايم، واللاين ده سوليد سلايم، وده برضه سوليد سلايم، وده اللي هو اللاين بتاع يعتبر برضه سوليد سلايم، بس بيبقى ليها علاقه بحاجه اسمها ايه؟ الايتكتيك لاين او الايتكتيك بوينت، صح؟ حد فاكر الايتكتيك؟ الايتكتيك دي قالوا يا شباب احنا عارفين ان مثلا لو عندي الوي زي الليد فهي ليها ميلتنج تمبريتشر واحده، صح؟ يعني زي مثلا بنوصل عند 627 وبيحصل ايه؟ حاجه اسمها ثيرمال اريست، بحيث ان الالوي كلها بيحصل لها سوليدفيكيشن من الليكويد للسوليد عند 327، صح؟ نفس الكلام بالنسبه للتن. التن لو 100% تن يبقى دي الوي، مش الوي بقى، يبقى عندي التن اليمنت الميلتنج تمبريتشر او الميلتنج بوينت بتاعته 232 درجه سيلسيوس. ده معناه ان الكولينج كيرف بتاعه بيحصل حاجه اسمها ثيرمال اريست، ودرجه الحراره بتثبت لحد ما الاليمنت كله يتحول من سوليد فيز لليكويد فيز. طب والله لو حصل عندنا مثلا اللوينج، يعني بقى عندي تو اليمنتس بكومبوزيشنز مختلفه، لا قال لك والله لا، انت تبدا لو نزلنا كده اهو درجه الحراره هتلاقي مثلا ان في الليكويد لاين ده بيفصل ما بين الليكويد فيز والليكويد بلس الفا فيز، هنا بيحصل مثلا بدايه السوليدفيكيشن، ودرجة الحرارة بتقل 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 لحد ما يوصل للسوليد لاين اللي هو بيحصل عندها ايه؟ كومبليت سوليدفيكيشن، تمام؟ يبقى انت عندك بداية السوليدفيكيشن ونهايته بيحصل عند درجة حرارة مختلفة، بعكس ايه؟ بعكس الاليمنت، صح كده؟ ودي الفكرة في الالوينج. في الايتكتيك بيحصل كأن الالوي دي بيحصل عندها نفس اللي بيحصل مع الاليمنت، يعني بداية السوليدفيكيشن ونهايته بتحصل عند نفس درجة الحرارة. يعني بيحصل ايه؟ ثيرمال اريست. حد فاهم حاجه؟ كأنه بيور ماتيريال يعني؟
كأنه يعني البيهيفير بتاعه كأنه بيور ماتيريال، تمام؟ اللي هو ليه ميلتنج بوينت واحدة، فاهم قصدي؟ يعني أنا لو عندي، لو عايز أرسم كولينج كيرف التايم مع التمبريتشر، معناه الخط السيء، تمام؟ لو خدنا مثلا اللوي هنا كده، تمام؟ هتلاقي إن مثلا لو درجة الحرارة عالية، مشينا كده، يعني مش عايز أربطكم بس ماشي، خلينا نعملها في اللي فوق الأول وبعد كده. يا شباب لو انا دلوقتي عندي كولينج كيرف، تمام؟ دي التايم، ده التايم، وده ايه؟ تمبريتش، تمام؟ وخدنا مثلا اللوي هنا كده مثلا، علشان اعرف ارسم الكولينج كيرف هاجي واخد ايه؟ هوريزونتال لاين كده عند بدايه السوليفيكيشن، هوريزونتال لاين عند ايه؟ نهايه السوليفيكيشن. بقول والله ان الالوي دي مثلا لو انا واقف عند درجه حراره عاليه تفضل تنزل تبرد تبرد وتقف هنا اهو، كده يحصل بدايه ايه؟ سوليفيكيشن. لو ده element يعني عنده ميلتنج بوينت واحده هيحصل حاجه اسمها ايه؟ ثيرمال اريليت، يفضل ماشي ماشي كده اهو لحد ما يبرد يوصل لنهايه السوليفيكيشن وينزل لتحت، تمام؟ بس لو ده الوي بقى هيبدا يحصل عندك ايه؟ بدايه سوليفيكيشن هنا ويبرد يبرد 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 لحد ما يوصل لنهايه السوليفيكيشن، بقى اصبح كله ايه؟ كله سوليد، وبعد كده يبرد تاني بقى بحيث ان هو عندي ده سوليد وده ليكويد وده ايه؟ سوليد بس ايه؟ بس كده، تمام؟ اما البيور اليمنت بيبقى عامل كده اهو، اللي هو انا مثلا عندي درجه حراره اعلى من الميلتنج بوينت، وصلت لدرجه الميلتنج بوينت هيبدا يبرد، يبدا يحصل له سوليفيكيشن، فالسوليفيكيشن بس عند درجه حراره ثابته يفضل ثابت ثابت ثابت، يحصل ثيرمال اريست مع التايم، وفي الاخر ايه؟ لما يتحول كله يبقى سوليد يبدا ايه؟ ينزل في الكون، تمام؟ حد عنده مشكله في كده؟ تمام يا باشمهندس. ده سريعا كده يعني ايه كولينج كيرف، ويعني ايه ايه الفرق ما بين الاليمنت لوحده وما بين لما حصل اللوينج؟ المفروض الكلام ده قديم خالص يعني ان شاء الله. بس في البارشل سوليبل في اكزامبل مثلا عندنا الالوي دي اللي هي ليد تين الوي، عندنا لو انا عندي، لو انا واقف درجه حراره هنا لاي كومبوزيشن مثلا، الاقي ان انا عندي في الليكويد فيز لو انا بدات ابرد، يعني ابرد الالوي بتاعتي بريد بطيء والكومبوزيشن في الرينج ده مثلا من زيرو الرقم ده كده، يبقى انا في الالفا فيز، تمام؟ لو اي حاجه هنا ان انا بمر الاول بالالفا بلس ليكويد بعد كده بدخل في فيز اسمه كومبليتلي سوليد يعني الفا بلس بيتا، نفس الكلام هنا بيتا بلس ليكويد وهنا ايه؟ البيتا، تمام؟ لو انا ببرد عندي الالوي هنا بتحرك من الليكويد وبروح ناحيه الالفا بلس بيتا عن طريق الايه؟ الايتيبتيك بوينت. حد فاهم حاجة ولا حد مش فاكر حاجة؟ يا شباب أنا يعني أنا مش عشان بس أكمل على طول نحل على طول يعني. طيب أنا هكمل على طول إن شاء الله. طيب إكزامبل 10 بيقول لك لو أنا عندي ليد 10 ألوي الكومبوزيشن بتاعها 30 10 و70 إيه؟ 30% تن 70% ليد، وبقول لي ان انا بسلولي هيتد، تمام؟ من درجه حراره 1150 درجه سيلسيوس، تمام؟ يبقى انا هروح انا اقف فين؟ قال لك 30% تن، هنبص على الاكس اكسس ونلاقي ان الكومبوزيشن 10 ويت برسنتج، يعني ايه؟ يعني الزيرو ده معناه ان ده زيرو تن، والمية دي معناها ان هي مية تن،
تمام، والعكس هتلاقي ان هي 100 ليد وهنا ايه 0 ايه 10، فاروح اقف عندي كام 30% 10 وشد ايه فيرتيكال لاين، تمام كده. بيقول لك بقى ايه خلينا عند درجة حرارة كام الفيرست ليكويد فيز 4، تمام. يبقى انا واقف هنا كده وشد ايه فيرتيكال لاين، خلينا نشوف السوليوشن وشد ايه فيرتيكال لاين، تمام. الفيرتيكال لاين ده هيبدأ يمر بالمرحلة بتاع الألفا والبيتا، وبعد كده يدخل في الألفا بلس ليكويد، يوصل في الآخر إيه إن هو وصل عندي إيه الليكويد فيز. فأول درجة حرارة هيبقى متواجد فيها في الليكويد فيز يا شباب اللي هي متعلمة بسي دي، اللي هي بين ال 100 و 200. أنا دلوقتي بحرك من ألفا بلس بيتا، ألفا بلس بيتا ده كومبليتلي سوليد، سوليد تماما، تمام. اول ما ابدا ادخل هنا في الحته دي يبدا يتكون عندي ايه شويه ليكويد صغيرين، صح كده. النيكليشن بتاع السوليد بدات تختفي ويبدا عندي شويه ايه زي اللي بيحصل في البويلنج كده، تمام. انت عندك في الميه مثلا بتبدا لو عندي ضغط مثلا 1 اتموسفير مثلا وتغلي الميه هتغلي عند درجه حراره كام 100، صح. النسبه بتاع الهيت يا شباب تمام تمام حد عنده مشكلة؟ تمام. أنا قلتها غلط. فالمية هتبدأ مثلا إيه بيحصل لها إيه؟ أول حاجة في البويلينج بيحصل لها ثيرمال ريستنج، المية كلها مثلا لو عند ضغط مثلا واحد بار اللي هو الواحد أتموسفير مثلا يعني، فبيحصل إيه؟ البويلينج عند درجة حرارة 100، فيبدأ يتكون أول نيوكليشن وبعد كده تاني نيوكليشن والحاجات دي، الفيز بتاع البويلينج ده. هو الموضوع هنا بالظبط، اول نيوكليشن العكس بقى مش المفروض نسميها نيوكليشن، اول جزء بيحصل له ليكويد يبقى ليكويد يعني بيصحى درجه حراره كام؟ درجه حراره دي، صح؟ يبقى انا بتحرك من السوليد للليكويد للسوليد عن طريق اول يعني اول ما اقابل الليكويد هيبقى عن درجه حراره دي، فهمشي كده بخط افقي واشوف درجه الحراره دي كام؟ حوالي كام؟ 183، تمام. ده اول سؤال، ده المشكله. يبقى ايه اول درجه حراره يحصل ايه ان الفيرست ليكويد فيز 4، هنعمل زي ما قلت كده بالظبط، هنقف عند الكومبوزيشن اللي انا عايزه اشوف اشد فيرتيكال لاين، اشوف انا بهبط السوليد لاين ده فين اللي هو يبدا يتكون عنده ايه بدايه الليكويد، وانا ببرد هيبدا يتكون عنده نهايه اخر حاجه ايه سوليد، ماشي. يبقى الاي دي هي ايه همشي هوريزونتال كده واشوف درجه الحراره دي كام، يبقى هي درجه الحراره دي درجه الحراره اللي هيبدا يتكون عندها اول جزء من الليكويد، تمام. ده ايه بيقول لك بقى ايه الكومبوزيشن بتاع الليكويد فيز ده، كنا بنستخدم الرول بتاع ايه يعني انا امشي خط هوريزونتال كده واخبط الليكويد لاين والسوليد لاين والشور ده بالظبط. الله ينور عليك يا مجدي، مجدي صح؟ مظبوط. كنا بنروح نضرب نخبط كده بالهوريزونتال لاين نشوف بيخبط ازاي فين في السوليد لاين وبيخبط فين في الليكويد لاين، صح كده؟ تمام. طيب انا دلوقتي واقف هنا عند 30، صح؟ اروح اخبط هنا في اول لاين او اول بوينت اللي هي البوينت بتاع بليتكتيك، صح كده؟ او اللي هو الخط ده بنسميه ايه؟ ليكويد سلايم، صح؟ وده بالنسبه لي ايه؟ سوليد سلايم يا شباب. فاروح اخبط شمال في السوليد سلايم واخبط يمين فين؟ في الليكويد سلايم اللي هو ده اللي هو نهايته هنا، ماشي؟ فلو انا واقف عند 30 اخبطت في ليكويد سلايم هلاقي ان انا بخبط في 61.9، ولو انا خبطت في السوليد سلاين هلاقي ان انا خبطت في 18.3، تمام كده؟ ماشي؟ بروح اخبط هنا وانزل اشوف ايه؟ اشوف ايه؟ الكومبوزيشن بتاع الليكويد، صح؟ يبقى الكومبوزيشن بتاع الليكويد في 61.9 10، تمام؟ لو عايز اشوف الكومبوزيشن بتاع الالفا فيز اللي هو السوليد اخبط هنا وانزل يبقى فيه كام 18.3 ايه وين برسنتج 10،
هو تمام؟ المهندس مش كان العكس؟ لا العكس دي لما بنشوف الريشيو، يعني مين اللي بيسأل؟ أيوة أنا اللي بسأل. إيش عرفت؟ أنت اللي فتحت المايك عرفت صح؟ أه للأسف معلش مش مشكلة. العكس دي كنا بنسميها إيه؟ الليفر رول، اللي هو إيه بقى؟ أنا دلوقتي واقف هنا كده تمام؟ الميتنج هياخد بعد 10 دقايق، إيه الهبل ده؟ معني بس هو المفروض فين يعني؟ ثانية عندي شباب بس عشان ايه؟ استنوا معني هنرجع ولو الميتنج بطلع بعتلكم اللينك تاني بسرعة ان شاء الله. الباشمهندس رافض بيقول عليه ان هو لو انا العكس، يعني العكس ده بيحصل امتى؟ انا دلوقتي رحت خبطت في الليكويد سلايد، بنزل اشوف الليكويد اللي موجود ده الكومبوزيشن بتاعه كام، هخبط في السوليد سلايد هنزل اشوف السوليد اللي موجود ده الكومبوزيشن بتاعه كام. تمام؟ العكس دي كنا بنستخدم حاجه اسمها الليفر رول اللي شفناها في السكشن اللي فات، ودي عشان اعرف الليكويد اللي موجود ده اصلا نسبته قد ايه من الخليط بتاعي. فاهمين حاجه؟ حد فاهم حاجه يا شباب؟ لا لا يعني معاك حضرتك، يعني النسبه مثلا بتاعه الماده اللي هي اللي انا نزلت عندها دي بشوف عندها النسبه بتاعتها قد ايه في الليكويد بالظبط، يعني ليه بشوف الليكويد ده الكومبوزيشن بتاعه قد ايه. يعني انا هخبط في الليكويد سلايد وانزل اشوف الليكويد ده قد ايه، الليكويد ده يعني الكومبوزيشن بتاعه قد ايه. فانا لما اخبط في الليكويد سلايد وانزل هلاقي ان الليكويد اللي موجود عندي ده نسبة التن اللي فيه 61.9، ولو خبطت في السوليد سلايد هنزل هلاقي ان الالفا الفيز اللي موجودة او السوليد فيز اللي موجود ده نسبة التن فيه 18.3. الرول دي كنا بقى نعمل ايه؟ اعرف انا عندي قد ايه ليكويد، يعني لو انت عندك 100 لتر ميه، مش يعني اقول لك لو انت عندك فوليوم 100 لتر مثلا بتاع ميه مثلا تمام؟ وانت بدأ عندك والميه دي كانت تلج مثلا، ال 100 لتر دول كانوا تلج تمام؟ بدأت ايه؟ تسخن التلج ده بحيث ان هو بدأ ينصهر وبدأ جزء منه ليكويد وجزء منه سوليد صح؟ الليبر رول دي بنستخدمها عشان نعرف وانا واقف عند الحته دي بقى عندي قد ايه تلج وبقى عندي قد ايه ميه. فاهم قصدي؟ تمام فهمت. يعني لو عايزين بقى نعملها بالليل عشان نعرف بقى قد ايه ليكويد وقد ايه سوليد، او انا واقف هنا ورحت خبطت هنا ورحت خبطت هنا تمام، بقول مثلا ان نسبه الليكويد بتساوي اللي هو الجزء بتاع السوليدس على كل الطول ده، ونسبه السوليد هو الجزء ده. لو السي دي مثلا اي بي سي، لو انا عايز اجيب نسبه الليكويد يبقى اي بي على اي سي، لو انا عايز اجيب نسبه السوليد يبقى بي سي على اي سي. حضرت المره اللي فاتت؟ حضرت تمام كده افتكرت. ماشي. يبقى تاني بوينت هو عايز يعرف الكومبوزيشن بتاع الليكويد اللي اتكون عند بدايه الليكويد، يعني بدايه التحول من السوليد لليكويد، بنروح عن طريق ان انا بضغط في الليكويد سلاين والسوليد سلاين وانزل اعرف الكومبوزيشن بالظبط تمام؟ فالكومبوزيشن بتاع الليكويد نتيجة إن أنا خبطت في الليكويد سلاين، أنزل أشوف قد إيه الكومبوزيشن ده، والعكس بالنسبة لإيه السوليد سلاين. دي تاني بوينت بقول لك الكومبوزيشن بتاع الليكويد فيز اللي اتكون ده. بقول لك at what temperature does complete melting of alloy occur؟ يعني إيه بقى؟ يعني شباب انا دلوقتي خدنا vertical line، انا بقيت عندي solid phase بعد كده alpha plus liquid، هوصل للبوينت دي. البوينت دي اصلا عندها ايه؟ complete ايه؟ كله يبقى liquid بالظبط. يبقى درجة الحرارة اللي الالوي دي عندها كلها تبقى liquid، اللي هي البوينت بتاع ال CD اللي هي كام بقى؟ 259 درجة سيليزي. حد عنده مشكلة في كده؟
طيب الدي بقى بيقول لي ايه الكومبوزيشن بتاع اللاست سوليد ريمينينج بيريور تو كومبليت ميلتينج؟ يعني ايه بقى؟ حد يعرف؟ هشوف ال الكومبوزيشن عند اخر نقطة من فوق. واقفين واقفين كده صح؟ صح؟ تمام ايوه، علشان اعرف نسبة ال او الكومبوزيشن بتاع السوليد اللي لسه متكون عندي، اروح اخبط في انهي لاين؟ لا على الشمال ده السوليد سلايد لاين، اخبط في السوليد لاين وانزل اشوف الكومبوزيشن ده كام، يبقى ده هو الكومبوزيشن بتاع السوليد اللي لسه متبقي عند درجة الحرارة دي اللي هي نهاية آخر سوليد. تمام؟ حد فاهم حاجة؟ بس مهندس معلش اتفضل. هو حضرتك دلوقتي احنا قلنا انا عايز اعرف الكومبوزيشن بتاع السوليد سلاين السوليد قد ايه، فاروح اخبط في السوليد سلاين. تمام كده؟ حلو. عشان اعمل كده بروح اخبط في السوليد سلاين وباخد المسافه بتاعت ال يعني سيب المسافات دي، المسافات دي علشان اعرف قد ايه ليكويد وقد ايه سوليد موجود. طب ما هو ده اللي انا عايز اعرفه دلوقتي صح؟ لا هو عايز اعرف الكومبوزيشن غير الريشيو. الكومبوزيشن ده يعني انا عندي سوليد، السوليد اللي موجود عندي ده لحد دلوقتي في نسبه تن وفي نسبه ليد صح؟ تمام. فده بنوع الكومبوزيشن. الريشيو دي انا عندي قد ايه الفا وقد ايه ليكويد. اللي احنا كنا بنجيبها بالطريقه ايه المسافات اللي انت بتقول عليها دي. تمام. الدنيا واضحة؟ انا بس عايز يعرف في الكومبوزيشن بتاع ال اخر سوليد تبقى ده اخر سوليد. طب مش احنا قلنا البوينت دي يعني لو طلعنا سيكا فوق هيبقى ايه؟ يبقى كده كله ليكويد. كل ليكويد، بس قبل الليكويد ده لسه ستيل عندك شوية سوليد، فالسوليد ده عايز اعرف الكومبوزيشن اللي هو قد ايه تن وقد ايه ليد. هروح اخبط فين؟ السوليد سلايم. السوليد سلايم وانزل تحت على الاكس اكس هتعرف ايه الكومبوزيشن ده كام. تمام. فدي دي هتطلع مثلا 12.5. يبقى انت السوليد اخر سوليد عندك متكون اللي لسه هينصهر ده نسبه التين فيه كام؟ 12.5. ونسبه الليد يبقى 12 100 ماينس 12.5. تمام. حد عنده مشكله؟ ماشي. ايه بقى عشان الميتنج هيخلص بس هنكمل يعني هبعت لكم لينك تاني. بيقول لك لو انا عندي الوي الكومبوزيشن بتاعها 40 ويت برسنتج 10 62 ويت برسنتج 10 و80 ويت برسنتج 10، عايز ترسم سكتش للايه للمايكروستراكشر اللي ممكن تشوفها تحت ايه الاوبتيكال ميكروسكوب عند درجات حراره كام؟ 300 و200 و100. ماشي. يبقى انا اروح اقف فين؟ عند كومبوزيشن 40 و62 و80. كومبوزيشن كام؟ 40 62 كام؟ و80. هشد ايه؟ فيرتيكال لاين فيرتيكال لاين فيرتيكال لاين. قال لك عند درجات حراره كام؟ 600 200 و100. هشد ايه؟ هورزنتال لاين عند 300 وهورزنتال لاين عند 200 وهورزنتال لاين عند ايه؟ المية. تمام كده. اشوف بقى ازاي نرسم المايكرو ستراكشر. ممكن نبقى بنشوفها في الميتنج الثاني عشان ما نستنش. انا هعمل ميتنج ثاني وابعت لكم.
الشباب انا هكمل عشان الوقت ماشي. يا باشمهندس اتفضل. طب عشان نرسم مايكرو ستراكشر هو عندي ثلاثة كومبوزيشن الالوي دي، يعني عندي الالوي الكومبوزيشن بتاعها 30 وهو كان الكومبوزيشن 40 62 و80. راح احط فيرتيكال لاين عند كل كومبوزيشن 40 62 و80، وقال لي ارسم مايكرو ستراكشر عند ثلاث درجات حرارة لكل كومبوزيشن، عند 300 وعند كام 200 وعند 100. جميل. يا شباب فانا دلوقتي زي مثلا اللوي اللي هي 40 عند 300 درجه حراره دي الفيز اللي مكون ايه؟ ليكويد. ليكويد لو بردنا شويه عند 200 الاقي نفسي ايه في الالفا بلس ليكويد، صح كده؟ بدا يتكون عندي شويه ايه؟ صح؟ شويه صوره كده بنسميهم ايه؟ الفا، صح؟ يا شباب تمام. تمام. عندنا خالص كده عند درجه الحراره 100 الاقي عندي فيز اسمه ايه؟ الفا بلس بيتا. الفا بلس بيتا او بنسميه الفا بلس ايه؟ ايفكتيك. حد فاهم ليه؟ مع الايفكتيك ده يا شباب هو الفا بلس بيتا برضه ماشي، بس مستر ايفكتيك ده ان هو لو بصيت عليه تحت الميكروسكوب كده هتلاقيه ان هو واخد شكل ايه؟ لامينر كده، شكل الخطوط كده صح؟ شكل عامل كده يعني. فانت لما بتبرد كده لو عندك الالوي يبقى انت اللي بدا ليكويد بعد كده الفا بلس ليكويد بعد كده بوصل لالفا وانا بتحرك بمر بالبوينت بتاع الايتوكتيك ده فبقى عندي الالفا وعندي جزء بقى ايه؟ ايتوكتيك صح؟ تمام. شكل الفيزا يبقى عندي كام؟ عندي شويه الفا وعندي شويه ايه؟ ايتوكتيك. تمام؟ لو جينا عند الالوي اللي هي اصلا اسمها الالوي، الالوي نفسها او الكومبوزيشن نفسه ده هو ده البوينت بتاع الايتوكتيك بوينت، تمام؟ لو عند 61.9 10 ماشي؟ الاقي ان انا عند درجه حراره 300 يبقى ليكويد صح؟ بعد كده بندخل عند بوينت بتاع عند درجه حراره 300 ليكويد عند 200 ستيل انا عندي ليكويد عند 100 كام؟ بقى عندي ايه؟ كومبليتلي ايه؟ ايوتكتيك صح؟ يبقى شكل الايوتكتيك بعمل كده بترسم سيركل كده مثلا وترسم الجرين باوندري بعد كده بتخطط بقى الجرين باوندرز دي عن طريق خطوط كده بنسميها الايوتكتيك لاين تمام؟ عشان تطلع بالشكل ده يا شباب الايوتكتيك دي اللي هي جواها الايه؟ جواها الارض ايه جواها الايه؟ تعال بشكل يا رب حشيت برضه فيرتيكال لاين عند درجه حراره 300 الاقي عندي ده اللي هو الليكويد فيز عند درجه حراره 200 هيبقى عندي فيز اسمه ايه؟ بيتا بلس ليكويد صح كده؟ بدا يتكون عندي شويه سوليد بنسميهم ايه؟ بيتا يبقى عندي بيتا والليكويد لما انزل عند درجه حراره 100 بقى عندي ايه؟ بيتا بلس ايه؟ ايتكتك يتك. يعني ايه الفا يعني ايه بيتا اصلا؟ يا شباب شباب حد عارف؟ باشمهندس يعني ايه الفا يعني ايه بيتا؟
يعني كومبوزيشن معين من الالوي بنسميها باسماء زي كده. ماشي، يعني ايه الفا؟ اقول لك يعني ايه الفا. انا دلوقتي لو انا واقف هنا كده، فكل دي سوليد صح، بس السوليد ده بنسميه ايه؟ الفا. تمام، يعني الفا معناها ان انا عندي ليد كتير قوي، تمام، الالوي بتاعتي مشبعه بالليد، وفي نسبه تن دايبه جواها، فاهمين حاجة؟ يعني الدوميننت عندك او السائد عندك هو ايه؟ الليد في الالفا فيز، صح كده؟ وعندي شوية تن دايبين جواها تماما، ماشي؟ نفس الكلام في الجنب اللي هو على اليمين ده، عندك نسبة التن كبيرة جدا مقارنة بنسبة ايه؟ الليد، فبنسميه ايه؟ بيتا فيز. ماشي يا شباب؟ حد عنده مشاكل؟ تمام تمام يا باشمهندس. ليش اسال حضرتك سؤال؟ معلش يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. حضرتك يعني قصدك حضرتك ان الفا ده مثلا سوليد سوليوشن عباره عن تن وليد، صح؟ بالظبط، هو تماما سوليد سوليوشن دايب، يعني فيها تماما، دايب فيها تماما. الله ينور عليك. مين بقى اللي بيتكلم ده؟ انا مجدي. ماشي يا مجدي، يبقى بالظبط زي ما مجدي بيقول كده، انا عندي في الالفا عندي نسبه التن الليد كبيره جدا، بحيث ان ايه؟ الليد اللي موجود اسف، نسبه الليد اللي موجود كبيره جدا، بحيث ان نسبه التن اللي موجوده مثلا تلاقي ارقام صغيره دايبه تماما في الليد، فبنسميه ايه؟ الفا فيز. تمام؟ ماشي؟ والعكس بيحصل فين؟ في الجنب اليمين بيبقى عندك نسبه التن كبيره خالص، بحيث ان ايه؟ نسبه الليد صغيره فدايبه تماما، بنقول عليه ايه؟ كومبليتلي سوليد سوليوشن، ونسميه ايه؟ بيتا. تمام؟ في النص هنا بقى بيحصل بقى ايه؟ الميكس ما بينهم بقى. بقى عندك مثلا لو نزلنا من هنا من البوينت دي للبوينت دي كده اهو، اي حاجه هتنزل هنا بنسميها الفا بلس ايتوكتيك، بحيث ان عندي الالفا موجوده وعندي الايتوكتيك ده موجود، بس الايتوكتيك ده اصلا عباره عن ايه؟ الفا مع بيتا في نفس الوقت. فاهمين حاجه؟ المفروض يعني الكلام ده كنت بتكلمين من اولى ميكانيكا، يعني لو كانت فاهمين الشباب؟ تمام يا باشمهندس. ماشي. ماشي، يبقى كده خلصنا الحته بتاع مايكرو ستراكشر. ازاي بنقيس مايكرو ستراكشر؟ يبقى كويستشن 10 ده خلاص. نيجي بقى لكويستشن 11. بيقول لك سايت الفيزز اللي موجوده والفيز كومبوزيشن فور ذا فولينج الويز. تمام، يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا عندي نفس الفيز دايجرام ده اللي هو بتاع الليتن اللوي. تمام، هقعد ارسم vertical line عند كل composition، وعند درجة الحرارة دي هتقول له الكومبوزيشن بتاع الألوي ده كام، تمام، الفيس كومبوزيشن قد ايه، والبرسنتج اللي موجودة سواء ليكويد او صوت. ماشي، فأول حاجة لو انا عندي ألوي الكومبوزيشن بتاعها بيقول لك 15% تن و 85% ليد عند درجة حرارة 100، قول لي الكومبوزيشن اللي موجود والريشيوز قد ايه. تمام، اروح عندي ايه؟ 15% الويت برسنتج دي 10 وعندي 85 ليد، هقف هنا عند 15% واشد ايه؟ فيرتيكال لاين، واروح عند درجه حراره تقاطع الفيرتيكال لاين مع الهوريزونتال لاين ده، الالوي بتاعتي موجوده هنا او الحته اللي انا عايز اعمل لها سيتيشن موجوده هنا. تمام، فالاي دي انا هنا في الفيز اللي متكون عندي ايه؟ السوليد. انا جزء بقى من السوليد هو الفا بالظبط، الفا بلس اي تكتك. هنحسب بقى الكومبوزيشن ازاي؟ انا عارف هنا كده اهو، بروح اخبط في اللاين بتاع الاي تكتك ده
وهظبط في اللاين ده ماشي، وانزل اشوف النسبة تحت والنسبة تحت ماشي. يبقى انت عندك الكومبوزيشن بتاع الالفا 5% تنت تمام، عشان انا ضربت فين اللاين بتاع الالفا صح، واروح اضرب في اللاين بتاع الايكليبتيك وانزل الاقي ان انا عندي 61.9 ايه ايكليبتيك. يا شباب حد عنده مشكلة؟ تمام يا باشمهندس. ماشي، يبقى انا عندي واقفين عند الالفا اللي هي نقطة A، واقف عند نقطة الايكليبتيك هنا اللي هي نقطة B او نقطة C يعني، واقف عند البيتا هنا اللي هي نقطة اللي هي البيتا دي ممكن نمسحها من هنا دلوقتي، وفي النص هنا انا واقف البوينت بتاعتي اللي هي عند كام؟ كومبوزيشن 15. ماشي يا شباب؟ فالقاعده بقى اللي هي بتاع الليبر رول دي اللي بنعرف بيها بقى عندي قد ايه الفا وعندي قد ايه بيتا. احنا عرفنا دلوقتي الكومبوزيشن بتاع الالفا والكومبوزيشن بتاع الايتكتيك، محتاج اعرف بقى الكميه اللي موجوده عندي دي فيها قد ايه الفا وفيها قد ايه ايتكتيك. ماشي؟ بنروح بقى نعمل القاعده بتاع الليبر رول. انا عايز بقى الوي او البرسنتج بتاع الالفا، فالالفا في الناحية دي، فانا اروح اخد ايه البي سي اللي هي ناحية الايكليبتيك تمام، واقسمها على ايه الاي سي تمام. يبقى عندي 61.9 ماينس 15 تمام على الطول الكل ده اللي هو كام 61.9 ناقص 5 تمام، هيديني نسبة ايه نسبة الالفا في الكمية اللي عندي تمام. نفس الكلام هنعمله مع الايكليبتيك، ممكن اعمله بالليبر رول او 100 ماينس الرقم ده صح؟ طيب يا شباب ماشي، عشان اجيب نسبه الايكليبتيك هقول ان الايكليبتيك في الجنب ده، انا اروح الجنب الثاني هقول ان الاي بي تمام على الاي سي، الاي بي كام؟ الاي بي 15 ماينس 5 صح؟ على الاي سي كلها 61.9 ماينس 5 تمام؟ اضرب الكلام ده في 100 يديني نسبة ايه؟ الايكليبتيك اللي موجودة. حد عنده مشكلة؟ ماشي؟ سيبك من الحتة دي علشان ما اطلع بتخومش. خلينا بس نبقى في دي دلوقتي. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عندي اللغي كومبوزيشن بتاعها 15% 10. فروحت عملت فيرتيكال لاين عند درجة الحرارة اللي هو بيقول لي عليها، هروح اشد ايه هوريزونتال لاين، عرفت البوينت اللي انا واقف عندها. البوينت اللي انا واقف عندها دي عبارة عن ايه الفا بلس ايه تكتيك ماشي، عشان اعرف الكومبوزيشن هنزل اضرب هضرب في اللاين بتاع الالفا ده وانزل تحت اشوف ايه الالفا دي الكومبوزيشن بتاعها كام، فقال لي الكومبوزيشن بتاع الالفا دي 5% 10، اروح اضرب في الايتكتيك بوينت الاقي الكومبوزيشن بتاع الايكليبتيك اللي موجود في الجزء ده 61.9% 10. كده عرفت الكومبوزيشن، محتاج اعرف ايه الريشيوز. الريشيوز بنستخدم ايه الليفر رول. هيبقى عندي خط كده من الاي للسي تمام، يوصلوا النقطة بتاع البي. البي دي اللي هي الالوي بتاعتي، الاي دي نقطة التقاطع الهوريزونتال لاين مع اللاين بتاع الارض جميل، والسي نقطة التقاطع الهوريزونتال لاين مع ايه الايكليبتيك لاين ده ماشي. عشان اجيب نسبة الالفا هقول البي سي ناحية الايكليبتيك اللي بالعكس بيمشيها بالعكس بقى، البي سي على الاي سي ماشي. علشان اجيب نسبة الالفا عشان اجيب نسبة الايكليبتيك اجيب ايه الاي بي على ايه على الاي سي صح كده، ولازم اتاكد في الاخر ان هو مجموعهم كام 100% تمام؟ تمام. سيبك من الحتة بتاع اور دي تمام؟ ندخل لتاني مطلوب، هو بيقول لك ايه بقى، لو انت عندك 1.25 كيلو جرام اوف تن اند 14 كيلو جرام اوف ليد عند درجة حرارة كام؟ 100 سيلسيوس تمام؟ و 14 كيلو جرام من اللي عند درجه حراره 200. طب انا عارف كده كومبوزيشن، هنعرف نجيب الويت ريشيو ازاي يا شباب؟ القانون اللي خدناه المره اللي فاتت
الويت percentage of 10 equal الماس of 10 على الماس of 10 plus الماس of lead صح؟ عن شنطة فيها 3 كيلو 3 كيلو دي فيها كام؟ فيها مثلا كيلو برتقال وكيلو تفاح صح؟ عايز اجيب الويت percentage بتاع التفاح مثلا يبقى ال 2 كيلو بتاع التفاح على المجموع الكلي بتاع الشنطة صح؟ شباب ميوت وتروح تنام دي يعني خلي حد بس يجاوب كده على حاجه ما عنديش مشكله براحتكم حد يجاوب عليا كده بحيث ان انا احس ان انا بعمل اي حاجه ماشي شباب انا بجيب الويت برسنتج بتاع ال10 ايكوال الماس اوف 10 اوفر الماس اوف 10 بلس الماس اوف 10 اضرب الكلام ده في 100 نفس الكلام برضو هجيب الويت برسنتج بتاع اللي ماشي اللي هما الاثنين بيكملوا بعض يعني لو الويت برسنتج بتاع الدين 8% يبقى الويت برسنتج بتاع الدين كام؟ 92% ماشي يبقى الويت برسنتج اوف 10 ايكوال 1.25 الكيلوغرام اوف 10 1.25 كيلوغرام اوف 10 اوفر 1.25 كيلوغرام اوف 10 بلس المجموع الكلي بقى ال 14 كيلوغرام اوف ليد صح كده؟ يبقى هقسم الكلام ده على هذا يطلع لي في الاخر كام؟ الكومبوزيشن بتاع الويت كام؟ فيها كام؟ فيها 8% ويت برسنتج من ال 10 و92% ويت برسنتج من ال صح؟ تمام طيب هروح بقى نحط الالوي دي فين؟ نعمل لها اسقاط في الفيز دايجرام صح؟ عن طريق ايه؟ هروح اقف عن 8% كده ماشي واشد الفيرتيكال لاين هو اللي عند درجه حراره 200 ال 200 الهوريزونتال مع الفيرتيكال لاين بتاع الكومبوزيشن اتقاطع عند نقطه ايه البي دي صح هيبقى عندنا تقريبا بيتا و 10 سوري ليد انا عندي كومبليتلي الفا صح عندي سوليد سوليوشن كومبليتلي سوليد سوليوشن هنا صح عندي الفا فين صح كده يا شباب ايوه ايوه تمام يبقى عندي ليد كتير نسبته 92% مدوب يا دوبك شويه ايه تن صغيرين ماشي ودايبين فيه تماما صح بنسميه ايه الالفا فين فانت عندك سنجل فيز كده اسمه الفا تمام الكومبوزيشن بتاعه ب 8% ويت برسنتج 10 والريشيو بتاعته كام هل في هنا شوية بيتا؟ لا هو كله ألفا صح؟ يعني كأن الشنطة اللي فيها تفاح وبرتقال بقى فيها تفاح بس أيوة. كله إيه؟ يبقى هو 100% إيه ألفا صح؟ ماشي شباب عايز أعمل مشكلة؟ تمام يا باشمهندس تمام كده طيب اللي بعد المطلوب اللي بعده قال لك إيه؟ لو انت عندك 7.6 اللي هو الاي بي من ال 10 و 4.8 اي بي من الليد عند درجه حراره 180 تعملها ازاي؟ هتجيب نفس ايه؟ الويت ريشيو صح؟ اللي انا استخدمنا القانون اللي فوق ده بس هو هتفرق من الجرام او الكيلو جرام او بتاع اللي هو الرطل ده او اللي هو الاي بي مش هتفرق صح؟ ماشي يا شباب لان في الاول والاخر بنجيب ويت ريشيو فلو عايز اجيب الويت ريشيو اوف 10 ايكوال الماس اوف 10 اوفر التوتال ماس بتاع ال 10 واللب فيبقى عندك ايه؟ هي عباره عن ايه؟ 61.29 ويت برسنتج اوف ايه؟ اوف 10 ماشي؟ علشان نرسمها على الجراف هنعمل ايه؟ هقف عند 61.3 ونشد ايه الفيرتيكال لاين اللي هو ده سوري ده 61.9 ده 61.3 تمام عند البوينت سي ده عند درجه حراره كام بقى يقول لك 180 يبقى انت خدت البوينت بتاع السي دي يبقى انت واقف كده فين الفا الشباب انا بنزل من هنا اهو فاعدي على الحته الصغيره دي الحته دي كان فيها الفا بلس ليكويد اعدي على اللاين بتاع الايتكتك
بقى الجزء اتحول من الليكويد بقى ايه يتكتك. بقى عندك البوينت دي كام؟ الفا بس ايه؟ يتكتك. يتكتك، الله ينور عليك. ماشي؟ عندك الفيزز اللي موجوده ايه؟ الفا بلس يتكتك علشان نجيب ايه؟ الكومبوزيشن بتاعها. هروح اضرب في الالفا لاين تمام كده وانزل تحت اجيب الكومبوزيشن بتاع الالفا. اضرب هنا كده وانزل تحت الاقي دي 16، يبقى الكومبوزيشن بتاع الالفا كام؟ 16. اروح اضرب فين؟ في اللاين بتاع الايتكتك، شوف الكومبوزيشن بتاع الايتكتك دي كام؟ واقول له ان هي كام بقى؟ 61.9 صح؟ يا شباب حل المشكلة؟ تمام يا شباب اسمع حضرتك. ماشي، يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ خبطت في اللاين بتاع الالفا عند 16.2 وفي اللاين بتاع الايتكتك عند 61.9. ماشي؟ يبقى ده عرفت منه الكومبوزيشن بتاع الالفا فيز اللي متكون، وده عرفت منه الايه؟ الكومبوزيشن بتاع الايتكتك فيز اللي متكون. ماشي؟ عايز اعرف ايه الريشيو بقى؟ عايز اعرف قد ايه تفاح وقد ايه برتقال، صح؟ ماشي؟ يا شباب معاك يا باشمهندس. هنستخدم الليفل رول دي عشان نعرف ايه الريشيو ما بين كل فيز والتاني، يعني الريشيو اللي عندي قد ايه الفا وعندي قد ايه ايتكتك. علشان نجيب نسبة الايتكتك اللي هي ناحية اليمين بروح ايه ناحية ايه؟ شمال صح؟ يبقى انا هقول نسبة الايتكتك هي اي بي على ايه؟ على الاي سي كلها. الاي بي عبارة عن ايه؟ 61.3 ماينس 16.2 صح كده؟ على الطول الكلي اللي هو كام؟ 61.9 على 16.2. ماشي؟ اديني نسبة ايه؟ الايتكتك اللي موجوده، وده منطقي ان انت قريب اصلا جدا من ايه؟ من نقطه الايتكتك. فمعظم الفيز اللي متكون عندك ايه؟ ايتكتك، وعندك نسبه قليله من ايه؟ من الالفا. تمام؟ بقى عندي نسبه الايتكتك 98.69 ونسبه الالفا كام؟ 1.31. لازم الاثنين بيبقى بيكملوا بعض يا شباب صح؟ ماشي. اخر مطلوب في بتاع الحته دي بيقول لك ايه؟ لو انت عندك 450 مول من التن و8.57 مول من ايه الليد عند درجه الحراره 183، تعمل ايه؟ لازم احول الاول المول تبقى بالويت للماس بالظبط، واحولها بعد كده لايه؟ الويت برسنتج. انا عندك القانون بيقول ايه؟ نمبر اوف مولز ايكوال الماس على ايه؟ المولر ماس، الويت المولر ماس او الميكر ويت يعني. فالميكر ويت بتاع التن هو مديهولك جرام بير مول، الميكر ويت بتاع الليد مديهولك جرام بير مول صح كده؟ اجيب الماس عن طريق ان انا اضرب النمبر اوف مولز في المولر ماس، يبقى عندي الماس اوف تن الماس اوف ليد. جميل. اجيب الويت برسنتج زي ما عملنا في البي والسي، هو الماس اوف تن على ايكوال توتال ماس، والويت هيدينا في الاخر كام؟ 96.78 ويت برسنتج اوف ايه؟ اوف 10. ماشي، هروح اقف على الاكس اكسس واحط الالوي بتاعتي 96 صح؟ اشد ايه؟ فيرتيكال لاين. الفيرتيكال لاين ده تقاطع مع درجه الحراره اللي هو سائلنا عليها اللي هي كام؟ هي 83. انا عرفت البوزيشن بتاع الالوي ده انا بدور عليه صح كده؟ تمام يا شباب؟ معاك يا باشمهندس. طيب الالوي اللي هي البوينت دي بتمثلها على درجه الحراره دي كام؟ ابص الاقي ان هي على الخط بتاع الايتكتك ده صح كده؟ فاروح اضرب يمين في البيتا لاين واضرب شمال في الايه؟ الايتكتك لاين صح؟ يبقى الالوي اللي موجوده دي عندك ايه؟ هل هي بيتا بلس ايتكتك ولا بيتا بلس ليكويد؟ هو الليكويد في ايه يعني؟ لو طلعت بالتمبريتشر اعلى من كده لسه هيبدا صح؟ بالظبط كمان. فاحنا هنقول له ايه؟ عندي حالتين بقى، اباف الايتكتك لاين وبيلو الايتكتك لاين. ماشي؟ هنحسب مرتين. ماشي؟ يعني لو انت عند اللحظه اللي هوب يعني فوق الايتكتك لاين يتكون عندك ايه؟ ليكويد.
لو انت قبلها بسنه بسيطه هتلاقي عندك ايه؟ ايه تك تك بلس بيتا صح؟ حد عنده مشكله؟ فاقول له ان انا لو جاست اباف الفيز بتاع البيتا والليكويد تمام؟ فالكومبوزيشن اوف بيتا اروح اضرب فين؟ يا شباب لو انا جاست اباف النقطه دي اروح اضرب في البيتا لاين تمام؟ واضرب هنا في ايه؟ اتعامل مع ده ان هو ايه؟ ليكويد سلايم صح؟ طيب اروح اقول له ان البيتا الكومبوزيشن بتاعي البيتا اللي عندك دي فيها نسبه تين قد ايه؟ والليكويد اللي عندك ده فيه نسبه تين قد ايه؟ ده كده عرفنا الكومبوزيشن. الريشيو هنحسبها ازاي؟ ليبر رول عند الطول ده اهو حد كام؟ 96 وشويه والحته الصغيره دي صح كده؟ فهنزل كده هلاقي ان انا واقف عند 61.9 نقطه الايتكتك و 97 او 96.78 دي تمام الحته اللي انا واقف عندها واقف في النص عندي ايه؟ عند البي عند اللوبي اللي انا عايزها دي بتاع البيتا تمام؟ عشان اعرف اجيب نسبه ايه الايتكتك هقسم الجزء اللي هو البي سي على الاي سي او اسف لو انا عايز اجيب نسبه الليكويد بقى هقسم البي سي على البي سي كلها تمام؟ يبقى انت عندك اباف الفيزر يبقى عندك بيتا بلس ليكويد الكومبوزيشن بتاع البيتا هو يبقى 97.8 تمام؟ هضرب في اللاين الحته بتاع البيتا وانزل تحت وهضرب في الحته بتاع الليكويد سلايم وانزل تحت اعرف الكومبوزيشن بتاع الليكويد تمام؟ الويت او الريشيو بقى قد ايه؟ عندي ليكويد وعندي بيتا بس عايز اعرف ليكويد قد ايه وبيتا قد ايه؟ صح كده؟ فالريشيو في ليكويد عباره عن البي سي على الاي سي كلها وريشيو بيتا عباره عن الاي بي دي او الاي بي على ايه؟ الاي سي كلها ماشي؟ حد عنده مشكله؟ وده واضح ان انت اصلا لسه بيحصل عندك يا دوبك بتكون شويه ليكويد ماشي؟ حد فاهم حاجه؟ معاك يا باشمهندس. لو انا عايز بقى بدور على الجاست بيلو الفيزز يبقى انت عندك بيتا بلس اي تكتيك لسه ما دخلتش في مرحله الليكويد. هي نفس الارقام لان يعني انت مش هتعمل حاجه يعني انت هتضرب برضه في الرقم ده في اللاين بتاع البيتا وتضرب في الرقم بتاع الاي تكتيك. ماشي؟ يعني هي اللحظه على وشك ان هو يبدا يتكون عندك ليكويد. في اخر جزء عندك هيبقى عندك ايه؟ اي تكتيك وعندك بيتا صح؟ بدل الليكويد هنا تمام؟ فالكومبوزيشن بتاع البيتا كام؟ زي ما هو 97.8 والكومبوزيشن بتاع الاي تكتيك هو 61.9 تمام؟ طب الريشيو هي نفس الريشيو هنستخدم نفس القاعده تمام؟ الريشيو بتاع الاي تكتيك عباره عن البي سي اوفر الاي سي والريشيو بتاع البيتا هو عباره عن الاي بي اوفر الاي سي. يا شباب حد عنده مشكلة؟ تمام يا باشمهندس مع حضرتك كده خلصنا بزومبل 10 و11 بقينا هنكمل دلوقتي ان شاء الله برضو 12 و13 و15 و16 و14 مش هنحلها يعني مش ماشي؟ ايه بقى الاكزامبل 12 ده؟ يقول لك عندي عينه الويت بتاعها 2 كيلو جرام فيها 85% ليد و 15% تن سخناها عند درجه حراره 200 وعند درجه حراره 200 الالوي او الكومبوزيشن اللي متكون ده هو ايه؟ الفا فيز سوليد سوليوشن يعني هو الفا بس. بيقول لك بعد كده الالوي دي انا سخنتها اكتر عشان اعمل لها ايه؟ ميلتنج ماشي؟ بحيث ان يتكون عندي 50% ليكويد وبقى عندي 50% ايه؟ سوليد
ماشي اللي هو الالفا فيز، يعني انا سخنتها عند درجه حراره معينه بحيث بقى عندي 50% سوليد و50% ليكويد. قال لك ان الموضوع ده ممكن يحصل عن طريق ان انا بسخن الالوي او ان انا بغير الكومبوزيشن ومثبت درجه الحراره. لو انا يعني مثبت الكومبوزيشن بتاعي وسخن الالوي دي تمام عند درجه حراره كام، انا محتاج اسخن الالوي بحيث ان يبقى يتكون عندي 50% ليكويد و50% الفا. ده بوينت A. بوينت B قال لك قد ايه تل انا ممكن اضيفه للاثنين تلجرام السبيسمنت دي بحيث ان انا احقق الستيت اللي هو سائلنا عليها دي. تعال نشوف. انا دلوقتي خلينا نشوف كده الدياجرام ماشي. الالوي نسبتها كام؟ قال لك التوتال ماس 2 كيلو جرام 85% لد و 15% تن. لو عندي 15% تن وانزل اعمل ايه؟ فيرتيكال لاين صح كده؟ وعند درجه حراره كام؟ ميتين. وقال لك انا كنت واقف عند درجه حراره 200 كان عندي سوليد سوليوشن سمول تمام؟ هبدا اسخن الالوي دي واحده 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 كده لحد ما يحصل عندي في الاخر ايه؟ بقى عندي 50% ليكويد و50% ايه؟ الفا. طب انا عرفت اعرف ازاي؟ تمشي حضرتك بالمسطره كده بحيث ايه؟ ان الديستنس دي ايكوال الديستنس دي. وانس ان انت وصلت ان الديستنس دي قد الديستنس دي انت عرفت ان عن طريق الليفر رول ان ايه؟ هيبقى عندي 50% ليكويد 50% ايه؟ سوليد صح؟ هتاخد هوريزونتال لاين وتشوف درجة الحرارة كام؟ دي كام؟ يبقى هي دي درجة الحرارة اللي بيحصل عندها ايه؟ ان الالوي بتاعتك دي نصها ليكويد ونصها ايه؟ سوليد في اللحظة دي. حد فاهم حاجة يا شباب؟ تمام يا باشا. تمام. انتوا معينين واحد يقول تمام صح؟ لا والله انا يعني مفهومة. زي اللي قبل كده بس فرق ان انا بعد ما ببدا بوصل لكذا هنا العكس. ماشي. بقى انا اروح همشي بالمسطره يا شباب لحد ما يحصل ان انا عندي المسافه دي ايكوال المسافه دي اشد الهوريزونتال لاين اعرف درجه الحراره ايه اللي نص الالوي بتاعتي هتبقى ليكويد والنص الثاني ايه؟ بالظبط. بقول لك بقى الطريقه الثانيه ان انا ازود الكومبوزيشن بتاع التن، يعني هضيف اجيب شويه تن كده واحطهم على الالوي دي عند نفس درجه الحراره بحيث ايه؟ ان يبقى عندي الفيز اللي متكون نص ليكويد ونص ايه؟ فول. ماشي؟ هنعمل ايه؟ انا دلوقتي واقف عند 15% صح كده؟ وعند درجة حرارة 200 دي. حلو؟ هروح اشيلت ايه؟ الهوريزونتال لاين بتاعي صح؟ محتاج ازود قد ايه من التن بحيث ان انا اوصل ان انا عندي نص ليكويد ونص ايه؟ سوليد. حد فاهم حاجة؟ ماشي معلم. طيب هروح اقول له ان انا واقف هنا عند 17 ده خط التقاطع مع الالفا ده خط التقاطع مع ايه؟ ليكويد. ماشي من الجراف يعني هيتقاطع عند 17 هيتقاطع عند كام؟ 56. ماشي يبقى لما نسبه الليكويد تبقى 50 يبقى انا عايز ايه؟ الاي بي على الاي سي. يبقى الاي بي على الاي سي عباره عن سي ده الرقم اللي انا عايزه ماينس 17 على 56 ماينس 17 واساوي الكلام ده بال 50 يطلع لي عندي ايه؟ الكومبوزيشن عندك كام؟ 36.5 ويت من ال 10 يا شباب. طب انا عايز اعرف ان كتله التن
في الالوي القديمه اللي هي كانت عباره عن 2 كيلو جرام، 2 كيلو جرام دي كان عندي 15% ايه تن، هضرب 0.15 كيلو جرام في ال2 يديني ايه وزن التن في الالوي القديمه اللي كانت عباره عن 0.3 كيلو جرام. تمام كده؟ النيو الالوي دي انا ضفت شويه تن، ماشي؟ عايز اعرف اضيف قد ايه عشان اوصل في الاخر يبقى عندي ايه الكومبوزيشن ده، يبقى عندي في الاخر الريشيو دي، ماشي يا شباب؟ يبقى انا عندي الماس اوف تن القديمه اللي احنا جبناها دي بلس الماس اللي انا هضيفها، تمام، اللي انا مش عارفها، على الام توتال قبل ما اضيف التن بلس الام ادد اللي هي نسبه او كميه التن اللي انا هضيفها، ماشي؟ عندك الام تن قبل ما نعمل اي حاجه كانت عباره عن 0.3، صح؟ الام ادد دي مش عارفها، صح؟ هحطها ام اوفر 2 بلس ام، ماشي؟ واضرب الكلام ده في 100 واساويه بالنسبه اللي هي كام بقى؟ 36.5، ماشي؟ هنحل الكلام ده في 1 انون، يطلع لي ايه؟ الماس اوف 10، يعني هضيف قد ايه 10؟ 0.677 كيلو جرام، ماشي؟ عشان اطلع في الاخر الالوي الكومبوزيشن بتاعها كام؟ 36.5 ويت برسنتج اوف 10، واللي هتبقى عند درجه الحراره 200 يبقى نصها ليكويد ونصها ايه؟ سوليد، ماشي؟ معلش من فرانسيس، ممكن تاني الحته دي شويه متلخبط قوي بصراحه. ماشي ماشي، انا عمال اسال عشان كده دلوقتي. خلينا نعملها على الجراف. قال لك لو انت عندك اللوي الكومبوزيشن بتاعها 15% تن، ماشي، هروح اشد فيرتيكال لاين عند ال 15%. هل شفت حاجه دلوقتي؟ لا. قال لك عند الحراره 200 دي لو انا هنزود نسبه التن، ماشي، هيبقى عندي اللوي عند درجه الحراره 200 دي بحيث ان هي تبقى ايه نصها ليكويد ونصها ايه سوليد، تمام. فالخط الهوريزونتال ده هيخبط هنا في الليكويد سلاين عند عند كومبوزيشن معين، وهيضرب هنا في السوليد سلاين عند كومبوزيشن معين، تمام، ماشي. المسافه انا عايز حاجه بتقسم المسافه دي ايه نصين، نصين. فهروح اقول له ان انا عندي هضرب هنا، انا خبطت في الليكويد سلاين 56 وضربت في الالفا لاين، سيبك من البيتا دي، البيتا دي غلط، عند الالفا لاين عند 17 وعندي بوينت في النص هي اللي هتقسمه، ماشي؟ تمام. سيبك من 250 دي دلوقتي، ماشي؟ فهقول لو انا عايز نسبه الليكويد كام؟ 50%، يبقى نسبه السوليد كام؟ 50%، صح؟ يبقى انت هتقول ال 56 او انا عايز البي، اسف، عايز الاي بي اوفر الاي سي، ماشي؟ انا مش عارف نقطه البي فين بالظبط، صح؟ دي اللي انا عايز صح. فاقول السي ماينس 17، لو هنا دي سي ماينس 17 اوفر ال 56 ماينس ايه؟ 17، صح؟ ومن هنا اقدر اجيب الكومبوزيشن بتاع الالوي اللي عند درجه الحراره 200 هيبقى عندي منها 50% ليكويد و 50% ايه؟ سوليد. حلو؟ حلو. طب انا محتاج اروح اجيب ايه؟ الماس اللي انا محتاج اضيفها عشان اوصل في الاخر للكومبوزيشن ده. طب انا عندي ماس قديمه اصلا من ال 10 اللي هي كانت كام؟ عباره عن 0.15 في 2، ماشي؟ هيديني ايه؟ الماس اوف 10 في الاولد الوي. حلو؟ حلو. طب انا عندي نيو الوي دلوقتي ضفت شويه 10، فبقى عايز اعرف الريشيو او الكومبوزيشن بتاع ال 10. يبقى انت عندك عايز تعرف كميه ال 10 كلها اوفر الماس بتاع الالوي كلها. طب كميه ال 10 كلها كام؟ ام 10 اولد اللي انا جبتها
كملي في الماي. معايا يا شباب؟ معاك يا باشمهندس. مين اللي كان بيغني بقى؟ مين ايه؟ مين اللي كان بيغني؟ بيغني؟ اه كان في واحد بيغني دلوقتي. اه لا انا عشان انا كنت قاعد جنب التلفزيون لسه قفلت ما قلتش ميوت. معلش. لا مش انت يا مجدي، كان في حد تاني مش بيغني كده. معانا. بس. كنت بقول ان انا دلوقتي بقى عندي النيو الوي دي فيها ماس لل 10 فيها ماس التوتال، فالماس اوف 10 ايكوال ماس اوف 10 او بلس الام ادد اوفر الام توتال بلس ام اي ادد. ام توتال دي اللي هي القديمه برضه، يبقى انت عندك 0.3 بلس ام اوفر 2 بلس ام. ماشي، اساوي الكلام ده بكام؟ 36.5. ماشي حلو. بالنسبة لـ M هيطلع عندي نسبة A، الماس اللي أنا هضيفها علشان أوصل للكومبوزيشن ده كام؟ 0.677 كيلو جرام. حلو؟ تمام يا باشمهندس. ماشي. السؤال اللي بعده ورقة 13. طب انا عندي ثلاثة الوي، الوي بتاعهم طب انا عندي الوي مغنيسيوم ليد الوي، تمام، اللي هي فيز دايجرام مختلف. ماشي، فيز دايجرام ده هو باينري بس في نفس الوقت بيتكون حاجة عندك اسمها انترميتاليك انترميتاليك كومباوند اللي هو المغنيسيوم ايه ليد ده. ما علينا بقى من الحته دي، بس اعتقد يعني المفروض خدناها في اولى ميكانيكا والدكتور طارق مش عارف رجعها ولا ايه. بس بيقول لك ايه بقى لو عندي كومبوزيشنز مختلفه من الليد 20% 50 67 75 عايز ارسم السكتش بتاع المايكرو ستراكشر. ماشي، عند درجة حرارة كام؟ 700 500 200. هروح نعمل ايه يا شباب؟ اقف عند كل كومبوزيشن ونعمل ايه؟ فيرتيكال لاين، تمام؟ وعند كل درجة حرارة وطريقة اعمل ايه؟ هورزنتال لاين. ماشي؟ اهو اروح عند ال 20 واعمل فيرتيكال لاين. اروح عند كام؟ 50 واعمل فيرتيكال لاين. اروح عند 67 ونعمل ايه؟ vertical line. اروح عند كام؟ 75 واعمل ايه؟ vertical line. عند درجة حرارة 500 اعمل horizontal line، عند درجة حرارة 200 اعمل horizontal line، وعند 700 اعمل horizontal line. تقاطع ال vertical مع ال horizontal دي بيديني state او phase، يعني محتاجين نعرف ال microstructure بتاعها. ناخد اول حاجة باشمهندس، الشير سكرين واقف تقريبا. ثانية واحدة بس خليكم معايا. هو انتوا لائحة قديمة يا شباب صح؟ احنا لائحة قديمة. انتوا اخر الناس ولا في دفعه في رابعه دلوقتي صح؟ احنا الاثنين ثالثه ورابعه لسه لا حاجه. لو انتوا عاملين مشاريع في ايه ولا لسه ما قررتوش؟
ما قررتوش يعني. ماشي. هتفرق يا باشمهندس؟ نعم؟ هتفرق؟ تفرق في الشغل؟ اه غالبا اه يعني. بالنسبة للباور يعني الموضوع بيفرق جامد اعتقد. بس معظم الناس بتدخل في الحاجات بتاع ال HVAC والحاجات دي. في ناس بتدخل في ال Wind Turbine تروح حلو اصلا. في ال Wind Turbine؟ احنا كنا السنة اللي فاتت عندنا بروجيكت كان ال ايوه ده انتوا ناس بتاعتنا ميكانيكا يا عيني ما عرفوش يعملوا ايوه احنا الدفعة دي الدفعة بتاعتي دي انتوا بتصنعوا الجنريتور صح كده؟ اه وند ترباين في رابعة مع دكتور اشرف مصطفى كل سنة اه مع دكتور اشرف مصطفى ودكتور عادل الصباغ ده مشروع حلو جدا على فكرة كل سنة هتلاقي كده موجود اصلا اه ما انا عارف ما انا كنت يعتبر ماشي في طبعا تكييف في تكييف معظم الناس بيدخل تكييف انا بسالكم عشان تكييف ده اللي هو بيقولوا مشروع اللي ملوش مشروع يعني اي حد بيخش يعني اه بس يعني ممكن تتعلم فيه برضه يعني. اه كده كده بنتعلم فيه بس هو بسيط شويه والله لا على حسب المشروع يعني وفي مسابقه دلوقتي ممكن في ناس بتدخلها اسمها ايه كده طبعا كده وبتاع عين شمس بياخدوا فيها مركز كويس برضه بتاع التكييف عارف بعد السنه دي على فين ان شاء الله يا رب بس الله المستعان اي مشروع حتى لو مش هنعمل مشروع بس نتخرج انت تتخرج مش هتعرف تشتغل بره بالله اللي انت بتعمله مش مهم مش عايز اشتغل بس عايز اتخرج هتعمل ايه بعد التخرج تدخل الجيش ما اعمل اي حاجه ابطل اخلص تعليم مش عايز اكتر من كده ده مين المتفائل ده عماد ماشي يا عم ان شاء الله تخلص والدنيا تعدي على خير باذن الله يا شباب احنا محتاجين نرسم الايه مايكرو ستراكشر عند كل حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي تمام اول الالوي دي الكومبوزيشن بتاعها 20% مغنيس اسف ليد هرسم فيرتيكال لاين تقاطعوا مع الهوريزونتال لاين عند كل بوينت محتاج ارسم مايكرو ستراكشر طبعا انا عارف عن درجة حرارة 700 بالنسبة للألوي دي فانا في ايه؟ فاني فيل يلا جاوبوا بقى شوية شوية فانا في ايه؟ النقطة اللي انا عارف عنها دي ليكويد ليكويد طيب هو حتى انتوا مكسوفين ليه يا شباب طب هنزل شوية كده هبقى في فاني فيل الفا بقى الفا صح كده بالظبط عند 500 يبقى عند الفا انا هرسم هنا اللي هي السيركل دي واحط فيها ايه؟ اقول ان الفيز ده ايه؟ ليكويد صح؟ عند هنا عند الفا احط ان عندي ايه؟ تكون عندي فيز سوليد اسمه ايه؟ الفا نزلت شويه عند 200 يبقى عندي الفا بلس ايه؟ ايتكتيك بالظبط الفا بلس ايتكتيك الايتكتيك ده عباره عن ايه؟ اللي هو المغنيسيوم مغنيسيوم ليد حلو ماشي تمام مش معاه الفا برضه يعني انا عندي الفا لوحده ماشي وعندي ايتكتك الايتكتك ده تمام في جواه كده شويه الفا وفي جواه شويه ايه مغنيسيوم ايه ليد نيجي تاني على اللوي عند 50% شد الفيرتيكال لاين تقاطع مع الهوريزونتال لاين محتاجين نرسم مايكرو ستراكشر عند كل بوينت هنا فين؟ في الليكو عند 500 ده عندي فيز اسمه ايه؟ الفيز اللي موجوده ايه؟ عندي الفا بلس ليكو صح؟ عندي شويه الفا تكونه وعندي لسه في شويه ليكو هنزل عند 200 الفا زي ايتكتك عندي الفا بلس ايه؟ ايتكتك ايتك بالظبط عند 67% عندي 700 ليكويد عند 500 ستيل ليكويد ماشي عند 200 الفا زي ايتكتك برضه لا ما عنديش الفا لا ايتكتك ايتكتك بس جيت لي ايتكتك لان هي دي الالوي الوحيده اللي هي ايتكتك لا عند الايتكتك بوينت بالظبط الله ينور عليك
اخر حاجه عند 75%، عندي هنا عند اعلى درجه حراره 700 عندي ليكويد فيز، هنزل هنا عندي ليكويد بلس المغنيسيوم ليد، ده حاجه اسمها انترميتنت كومباوند. هنزل تحت خالص كده عند ال 200 بقى عندي ايه المغنيسيوم ليد كفيز لوحده صح كده، وعندي ايه عشان امر بالايتيبتيك. الحمد لله السلامة ظهر بقى عندي ايه مغنيسيوم ليد وفي شويه ايتيبتيك تمام كده يا شباب. ماشي يا شوانس. طيب اخر سؤالين هنسكيب 14 اقول لك الكونستراكت الفيز دايجرام شوفوهم يعني رقم 15 بقول لك ايه بقى، بقول لك لو انت عندك فيز دايجرام الالومنيوم سيليكون فيز دايجرام تمام وضح لي نقطه الايتكتيك، ولو انت عايز تحضر 10 كيلو جرام 10 كيلو جرام من الهايبو ايتكتيك بتكون من 20% ايتكتيك كالكليت الويت بتاع الالومنيوم والسيليكون. يعني ايه بقى الكلام الغريب ده؟ انا دلوقتي عندي فيز دايجرام بتاع اللي اسمه ايه؟ بنقرا الفيز دايجرام ازاي؟ الومنيوم سيليكون فيز دايجرام صح؟ الويت برسنتج بتاع السيليكون. قول لي وضح لي نقطة ايه؟ الايتكتيك. في نقطة الايتكتيك؟ ايه؟ صح كده؟ صح يا شباب؟ ماشي. عند نقطة الايتيبتيك قول لي الكومبوزيشن بتاع الالوي بتاعتك، هتقول لي ان نقطة الايتيبتيك دي عند كومبوزيشن 12.6 weight percentage of silicon صح كده؟ ودي عند درجة حرارة 577 تمشي هورزنتال كده تعرف درجة الحرارة بتاع نقطة الايتيبتيك ماشي؟ وفي الايتكتيك ده انت عندك جنب الجنب هنا الفا الفا الومنيوم تمام وعندك جنب هنا ايه سيليكون، فانا عايز اشوف الكومبوزيشن بتاع الفا ده قد ايه والكومبوزيشن بتاع السيليكون ده قد ايه علشان اشوف الكومبوزيشن بتاع الايتكتيك بوينت دي اروح اضرب فين. انا هبط في الالفا لاين وانزل تحت هلاقي ان هو بيتقاطع عند كام؟ 0.65 ناس مركزه يا شباب؟ لقيتها عند 0.65 يعني 1.65 صح 2.65 ليه بقى يا شباب؟ مش سامع حضرتك يا باشمهندس حضرتك بتقول ايه؟ ليه اولا دي والله كده يا باشمهندس ثانية واحدة يا شباب انا واقف عند الايتكتيك بوينت دلوقتي صح كده؟ ايه عايز اعرف الكومبوزيشن بتاعها الرقم ده غلط يا شباب ماشي الرقم ده غلط ماشي المفروض 1.65 تمام انا عارف عندي الايتكتيك بوينت وراح اضرب اللاين ده ثانية واحدة كده لا صح يا شباب انا اسف بصوا يا شباب انا دلوقتي واقف عند الايتكتيك بوينت ماشي عرفت الايتكتيك بوينت دي
الكومبوزيشن بتاعها كام؟ 12.6. حلو كده. بس اللي جوه ال 12.6 دي في جزء منها الفا الومنيوم، في جزء منها ايه؟ سيليكون. فانا عايز اعرف الكومبوزيشن بتاع الالفا ده قد ايه والكومبوزيشن بتاع السيليكون قد ايه. وانا واقف هنا ماشي، هي دي يعتبر نقطه الالفا بتاعتي. حلو. فكاني عندي الفيز بتاع الالفا ده هو عباره عن 12.6 من السيليكون، كانه خبطت في نفس البوينت بالظبط كونسيدنت عليه. واروح اخبط في اللاين بتاع السيليكون اللي هو ده وانزل الاقي ان الكومبوزيشن بتاع السيليكون هو 100% ايه؟ سيليكون. حد فاهم حاجه؟ يا باشمهندس لا مش مجمع صح؟ لا لا يعني هو انا كده عملت واحده، يعني انا عملت ال 12.6 دي لما روحت ناحيه الشمال خدتها ان هي على مش روح ناحيه الشمال، انت هتخبط في نفس البوينت دي. ايوه ما انا قصدي ان انا لما جيت امشي ناحيه الشمال خبطت في نفس البوينت. طب ما انا لو جيت عملت الكلام ده ناحيه اليمين المفروض تبقى هي نفس البوينت، لو انا عملت هنا كده يبقى الناحيه الثانيه زيها. هي الفكره فين بقى؟ الفكره ان الفيز دايجرام ده مختلف شويه عن اللي فوق. انت هنا ما عندكش كومبليتلي سوليبل اللي هو السيليكون، يعني السيليكون ده مش بيكون فيز اللي هو اسمه بيتا. ماشي؟ يعني انا اقول شكلك في الحته دي بصراحه، بس ممكن اعمل لها تشيك وارجع ابص عليها تاني وارجع لكم المره الجايه. وانا شايف منطقي ان احنا بنخبط كده ونخبط في اللاين ده وننزل تحت، يدينا نسبه ايه؟ الكومبوزيشن الالفا اللي موجود ده فيه قد ايه سيليكون وفيه قد ايه الومنيوم. شباب ده المنطق يعني، فاكس الرقم اللي موجود ده. انا دلوقتي هقف هنا وهخبط في الالفا لاين وانزل تحت اعرف ايه الالفا اللي موجود ده فيه قد ايه سيليكون وفيه قد ايه الومنيوم. هروح اخبط في اللاين بتاع السيليكون ده تمام، هلاقي ان هو بيخبط في المية في المية سيليكون صح، يبقى الكومبوزيشن بتاع السيليكون اللي موجود هو 100% سيليكون. ماشي. يبقى الرقم ده غلط يا شباب، خليني برضو اراجع عليه وابص عليه تاني وارجع لكم المره الجايه بيه. يعني هو كده حضرتك بس قبل، يعني هو كده المفروض يبقى 1.65 صح كده؟ بالظبط. ماشي؟ تمام يا باشمهندس. ده منطقي يعني. طيب قد ايه بقى الفا في الايتكتك وقد ايه سيليكون؟ هنلعب لعبه ايه؟ الليفر رول صح؟ عند وقت واقف عند ايه؟ 12.6 عند بي. اروح عند الالفا اللي هي 1.65، اروح عند ايه؟ السيليكون اللي هو 100% صح؟ لو عايز اجيب قيمة الالفا اروح عند الجزء ده يبقى بي سي على اي سي. عايز اجيب قد ايه سيليكون يبقى اي بي على اي سي صح؟ يطلع لك تو ريشيو يعني. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لو انت عايز تحضر 10 كيلو جرام اوف هايبو ايتكتيك. لو انتوا فاكرين يا شباب ان الجزء اللي قبل الايتكتيك ده بنقول عليه ايه؟ هايبو. اللي بعد الايتكتيك بنقول عليه ايه؟ هايبر صح كده؟ فده هايبو ايتكتيك الجزء ده. لو شدينا لاين كده يبقى ده هايبو ايتكتيك. الجزء اللي هنا ده بنقول عليه ايه؟ هايبر ايتكتيك. هايبو هايبر؟ تمام. هايب تي بي 4 والهايبر افتر كنا ناخدها في الاير كاربون فيز دايجرام، كان في هايبو في لايت وهايبر في لايت لو فاكرين حاجه معني. طيب هو عايز يعمل ايه بقى؟ قال لك انا عايز احضر 10 كيلو جرام اوف هاي بيوتكتيك تمام، يبقى انا عندي كده ايه التوتال ماس هيبقى 20% منها ايه بيوتكتيك تمام. عايز يحسب نسبه الويت بتاع الالومنيوم والسيليكون والسيليكون اللي انا محتاجه من ال 10 كيلو جرام. بعمل حاجه اقول لك، انا دلوقتي عندي الوي
20% منها ايتكتك. حوالك فين؟ قلنا هايبو صح؟ يبقى انا هشد لاين هنا، هل اعرف البوزيشن بتاعه هنا؟ لا صح كده؟ حد عنده مشكلة؟ شباب انا دلوقتي عايز احضر هايبو اللوي، ماشي؟ هايبو ايتكتك اللوي، فانا باي ذا واي يعني هتبقى اي لاين، اي فيرتيكال لاين هنا كده، معرفش مكانه فين بالظبط، صح؟ صح. بس قال لي انا عندي نسبه الايتكتك في الالوي دي 20%، يبقى انا اي هشد اي لاين كده اهو، صح كده؟ هشد اي لاين هوريزونتال، صح كده؟ بحيث ان هو ايه؟ كلير ان هو يبقى بيقطع اللاين ده اللي هو الليكويد سلاين ويقطع السوليد سلاين تو بوينتس، ماشي؟ يبقى انا عندي دلوقتي واقف عند البي اللي هي اكس بالنسبه لي، وهقطع السوليد سلاين عند بوينت A وهقطع الليكويد سلاين عند بوينت A بي، ماشي يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ تمام يا باشمهندس. بس احنا هناخد البوينتس ايه اللي عند ايه؟ اللي عند الايتكتك لاين، ماشي؟ لان هو خلاص كله بقى سوليد، فاهمين حاجه؟ يعني في السوليد فيز يا شباب، ده بدايه السوليد فيز، ده كله كده هيبقى سوليد فيز، صح كده؟ فانا هقف عشان خط هنا واروح اضرب الليكويد لاين ده او الايتكتك بوينت دي، واضرب فين؟ في السوليد لاين. يبقى انا واقف عند بوينت اسمها اكس، مش عارف موقعها فين بالنسبه للاي والسي، واقف عند 12.6 واقف عند 1.65، ماشي يا شباب؟ تمام؟ تمام يا باشمهندس. فعايز احسب ايه بقى؟ عايز احسب الاكس دي فين بالظبط عشان اعرف الكومبوزيشن. هو قال لك انا عندي 20% ايه؟ ايتكتك. الايتكتك ناحيه ايه؟ ده، فانا باخد العكس، صح؟ يبقى الاي بي صح؟ على الاي سي ايكوال كام؟ 20%. طب الاي بي دي عباره عن اكس ماينس 1.65 على 12.6 ماينس 1.65، صح كده؟ هعمل اخلي ده ايكوال ده وسولف فور اكس، هيبقى عندي الاكس بكام؟ 3.84، ماشي؟ اللي هي كام بقى؟ ده الكومبوزيشن بتاع الالوي بتاعتي، هيبقى في منه 3.84 ويت برسنتج اوف سيليكون، والباقي بتاعي كام؟ والباقي ايه؟ الومنيوم. فاهمين حاجه؟ تمام. يبقى الماس اوف سيليكون عباره عن ال 3.84 اوفر 100 في التوتال ماس بتاعتك كام؟ 10 كيلو جرام، صح؟ يطلع لك ايه؟ وزنة ايه؟ السيليكون. والوزن بتاع او الماس اوف الالومنيوم عباره عن ال 100 ماينس 3.84 اوفر ال 8 اوفر ال 100، اضرب الكلام ده في التوتال ماس يديني ايه؟ وزن ايه؟ الالومنيوم. الاثنين لازم يبقى بيساوي كام؟ 10 كيلو جرام. ما علينا. ماشي. اخر مساله في الشيت يا شباب. بيقول لك لو انا عندي ليد 10 الوي كونتين راس 60% برو ايتكتك الفا و63% ايه؟ ايتكتك عند درجه حراره بيلو الايتكتك تمبريتش. خلاص شباب بحل انت بقى المساله دي مع بقيه الاسايمنت. طب كده كده الاسايمنت مساله كام يا باشمهندس؟ تفهموا ازاي؟ الاسايمنت مساله كام ومساله كام؟ المفروض الاسايمنت كله. كله يعني الشيت كله هيتحل؟ الاسايمنت؟ المفروض اه. هو في الاول وفي الاخر في حاجات انتم محتاجين تاخدوا عليها درجات، انا مش عايز اسخف عليكم يعني. خلاص ماشي، ممكن احدد لكم مساحه. مفيش مشكله. ماشي شكرا يا باشمهندس. اهم حاجه راحه المواطن.
تعبانين والله، احنا شقيانين والله. ايه شقيانين في القسم ده والله يا باشمهندس، مش عارف بس يعني انتوا عارفين في البيت شغال يعني. والله الاونلاين شغال والتسليمات شغال عادي. طيب بنسلمهم مش ما احنا بنسلم، انا بقول حاجه احنا مضغوطين قصدي في القسم يعني وكده، وعندنا لسه مشاريع فحاجه مثلا هتسلم كمان يومين. ايه اه يعني في مشاريع لسه بتسلم عندنا يعني، في مشاريع شغالين عليها والله. ماشي هقول لكم ممكن احدد لكم المسائل. هو البتاع كله 16 مساله 14 مش هنحلها. تمام. بتاع بسيط اصلا يعني، حلو 15 مسألة بس. في اول فاكر انت محتاجين تاخد درجات يعني، خدوا درجات في الاساينمنت. فاهمين قصدي؟ يعني كده مش هيبقى فيه كوزز او حاجة يعني، فحلوه كله معلش. ماشي. طب حتى مثلا نصه، مثلا نصه كده. احنا واقفين في الصويا لوحدنا. طب يا باشمهندس انا معاك، تسليمه امتى طيب؟ حلوه بس و يعني ممكن نبقى بنسلم حاجات كلها مره واحده، انا مش عايز اسخف عليكم في الديدلاينز والكلام ده يعني. فعلا عندكم ماشي يعني، مثلا ممكن نسلمه امتى؟ عشان هو القصد اللي ضحي بيقوله يعني ان احنا ايه يعني نخففه شويه، بحيث عندنا مواد تانية اتقل وبيطلب فيها حاجات ومحدش براعي. لا ماشي مرفوع. انا براعي والله، بس الفكره ان انتوا عايزين تعملوا حاجه على حضرتك. مش قصدي على حضرتك، انا مش قصدي على حضرتك طبعا. لا لا عادي يعني مش مشكله. انا بتكلم يا شباب، هقول لكم تحلوا ايه، هقول لكم تحلوا ايه. حد يكتب بقى. تمام مع حضرتك يا باشمهندس، اتفضلوا. تمام. واحد ثلاثة ماشي، و واحد ثلاثة واربعة تمام، وخمسة تمام. تمام. سبعة ماشي. لا سيب ماشي. سبعة برضو. تمانية. خلاص ماشي يا فرانس. ماشي ماشي. ده كم مسألة؟ واحد اتنين تلاتة ستة. ماشي. عشرة. اوكي. 11 ماشي. 13. طب ما ناخد الشيء كله. و 15 و 16 ماشي يا باشمهندس. وخلاص هنسلموها. نشيل سبعة، نشيل سبعة. حضرتك كنت عايز تشيل سبعة، نشيل سبعة. انا قلت شيل سبعة، كنت قلت سبعة كان قلت بلاش، وكان قلت خلاص خليها شيل سبعة. هي دي اللي تعبك شيلها بقى. ماشي. طب يعني كده اخليهم مثلا يبعتوا لي مثلا لما يخلصوا يبعتوا لي في البيت، يبعتوا لي كل واحد حضرتك. خلاص ماشي، هم يبعتوا لي وانا ابعت لحضرتك. طب ما حدش ينقل حاجة. ما احنا عايزين الشيت اصلا، احنا عايزين الشيت كده اصلا. هبعت لك الشيت حاضر حالا دلوقتي، خليك معايا كده. خلاص. في ايميل او حاجة؟ ميل. ابعت لي الايميل بتاعك، ابعت لك الشيت. طب خلاص اوكي ماشي. ماشي. شباب محدش ينقل حاجة. ممكن اسأل سؤال بس؟ انا متضايق جدا من اللي بينقل بصراحة. وبيبان جدا لو حد ناقل يعني، فحاول فيه مع نفسك كده معلش، حتى لو مش بتطلع فاينل انسر بس على الاقل حاول يعني، فاهم؟ انا عارف ان انتوا عندكم مضغوطين بس معلش يعني، ما موضوع النقل ده مش حلو يعني. بس مهندس هي الشارتس اللي احنا المفروض هناخد من عليها الارقام دي الايه، اللي هي الرسومات اللي احنا ناخد من عليها الارقام. اطبع الشيت، اطبع الشيت بقى. اطبعه يعني واحل فيه. طيب تمام. تبعتلي صح كده؟ حاضر، ابعت لك الشيء حالا دلوقتي. ماشي يا باشمهندس، تسلم يا باشمهندس. خليك معايا كده عشان ايه ما انساش. طب يا شباب احنا ما خدناش اتندنس المره اللي فاتت.
عايزين ناخد اتندنس النهارده بقى. انا كده بس اخف عليكم. يا شباب هناخد اتندنس ازاي؟ ازاي بقى؟ مش عارف يا باشمهندس، هو كل واحد دخل باسمه اعتقد على في الميتنج. بعدين ممكن نخلي بقى الدرايت على الاسايمنت، مش لازم غياب يا باشمهندس. سكرين شوت لطيفه كده برضو. اصلا كده كده الناس نايمه يعني، صباح الفل يعني. لا باشمهندس احنا مش نايمين، بس احنا مش فاهمين حضرتك نرد نقول ايه. طيب هم صاحيين والله، بس يعني محدش مذاكر، ممكن محدش مذاكر، محدش عارف، محدش عايز يتكلم. ايوه صح. ماشي خلاص، انا هبعت لك حالا البتاع ده واكد عليا على الواتساب انه وصل لك. خلاص ماشي يا شباب. ماشي يا شكرا جدا. معلش بقى سهرتكم بقى. شكرا لحضرتك. هو انتوا خدتوا حاجه اسمها الهاردنابيلتي؟ تاني مش فاهم معلش. خدتوا حاجه اسمها الهاردنابيلتي؟ اعتقد لسه لا، بس معلش عامل يعني كانت حته يعني في اخر، بتتكلم عن الفرق بين الانيلينج والهاردنينج والحاجات دي بالظبط، حته كده في اخر المحاضره وبس. بعد كده يعني ان شاء الله الحد الجاي ناخد الشيت الثاني، ممكن نبقى نحدد ميعاد في اخر الاسبوع علشان انتوا هتوصلوا من اخر حاجه بالنسبه لكم الاسبوع الجاي. فالاسبوع الجاي ممكن نبقى نقعد قعدتين كده نخلص الدنيا يعني. تمام ماشي، ده مناسب ليكم صح؟ ما حلو ماشي. ماشي يا شباب، ربنا يوفقك. ماشي، الله يبارك لك، شكرا. السلام عليكم. مع السلامة.